السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوات الصيادين في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم باسم يونس من قناة صياد الساحل، وتقريبا من حوالي شهر ما طلعناش ولا جينا ولا شفنا البحر ولا كلمنا الناس الجميلة اللي بتتابعنا دي. بنشكر الناس اللي بتسأل علينا في غيابنا، بنشكر بجد، شكرا ليكو. احنا النهاردة شغالين ببوصة اباتشي 4.5 متر عليها مكنة فانكس وشعر 40، وشغالين ببوصة بازوكا 4.5 متر برضو عليها مكنة فانكس وشعر 40، الارمر الاساسي خيط 40، ومرملين بشعر 30، شغالين بسبحة عايم وشغالين بسبحة طويلة سن تحت الرصاصة وثلاث سنون فوق الرصاصة. الصنار رقم 6، الرصاص 125 جرام. خليكم معايا لما نوريكم النهاردة اليوم الجميل ده كان فيه ايه. خليكم معايا. دي اول مرايه معانا يا جدعان، بسم الله ما شاء الله. غريب
الله. مش تصحيح ده يا جدعان، ده صيت من عطشان. صلى على النبي. بسم الله ما شاء الله. صلى على النبي. صلى صلى على النبي. بسم الله ما شاء الله. دي بيسه يا جدعان على العين، ازاي مش فاهم بصراحه. بسم الله ما شاء الله. صلى على النبي. ما شاء الله دنيسه ايه؟ احسن اختراع في الدنيا يا جدعان. في اخر الفيديو هنقول لكم الطريقه ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صلى على النبي. دي الطريقه اللي انا بشتغل بيها على العين. بنعمل فرد قايم كده طولك بالظبط، وبعدين بنعمل فرد كده حوالي متر او متر وعشرين، ونجيب فيلا اصغر مقاس زي ما انتم شايفين كده، وبنعديها قبل السلاح بحوالي 10 او 15 سم. يا رب الفيديو يكون واضح زي ما انتم شايفين كده. كل كارت ده من متر لمتر وعشرين. اساسي ده كده خليه طولك بالظبط. دي الطريقه اللي انا شغال بيها على العين. طبعا كل واحد ليه طريقه، ودي الطريقه اللي انا شغال بيها زي ما انتم شايفين كده. سلاح فوق الرصاصه، وسلاح تحت الرصاصه برضه طويل كده نفس الكلام زي ما انتم شايفين كده. دي الطريقه اللي احنا شغالين بيها العايم، واخدنا بيها سمك. خليكم معانا. تنوع حلو مفيش كلام. مرمار وصلى على النبي. موزة البحر. بسم الله ما شاء الله. في نهاية الفيديو نحب نشكر كل الناس اللي بتتابعني. نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.